طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن سعداء اليوم طبعا بوجود عصام الطالب القديم، يعني لقاء بعد عمر بعد 24 سنة لقاء، يعني ربع قرن من الزمان وما تغير عصام. عصام هو عصام، هذا الحلو فيه يعني ما شاء الله عليه، يعني كنا نفتخر فيه كمان، كان من طلابنا الممتازين ما شاء الله عليهم، عائلة نفتخر فيها، وإخوانه كمان كان إياد، كان محمد، كانت جهاد، فما شاء الله عليهم يعني بارك الله فيهم. طبعا تربية الوالد والوالدة يعني برضو البركة فيهم، إن شاء الله الله يطول في أعمارهم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله يشفيهم إن شاء الله، ونشوفهم دائما بصحة كويسة وممتازة، وسعداء طبعا لأنه تشوف عصام في هذه الديار، وحببناه كمان في دبي، هو حب دبي كمان، وكل يوم نشوف نشاطات وكل يوم رايح وجاي، فهو وعائلته الكريمة كمان، وإن شاء الله نشوفه في السنوات القادمة، وبدل ما يروح لأمريكا يتجه نحو الغرب، يتجه نحو الشرق أحسن. فنترك للميكروفون لعصام. شكرا شكرا على اللقاء، وانت استاذنا الفاضل، واهلا وسهلا فيك. يلا بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب شوف فرجي حالك. اوكي انا اللي بسجل هذا وهي بنتي.